السلام عليكم ورحمة الله لجميع متابعي هذه القناة. من جديد نحن في سراييفو مرة أخرى، وأردت في هذه المرة أن أريكم شيئا يعني بسيطا في هذه المدينة، في مدينتنا عاصمة بوسنة وهرسك، لأن كثير من الناس يتكلمون عن هذه يعني البنايات المشهورة مثل مسجد غازي هوسراف بيك ومتحف يعني علي زبيغوفيتش، ولكن هناك هذه الميزة أيضا وهي على الأرض، وهو الفرق بين يعني بين الشرق وغرب المدينة. فكما ترون من هذه الناحية معظم البنايات مبنية في أسلوب أستر هنغاري يعني في يعني أستر هنغاريان، لا أعرف كيف نقول بالعربية للأسف، ربما سيعلق أحد منكم. ومن هذه الناحية نرى كثير من يعني الرموز والبنايات في الأسلوب العثماني، فهذا هو النقطة التي تفترق فيها المدينة بين الثقافات الشرقية والغربية. وحتى في أيامنا هذه نحن نجد كثيرا من المكاتب أو المكتبات التي تخص الأعمال المعاصرة في الناحية الغربية، وكثير من الأعمال مثل المقاهي، ويعني حتى نجد مركز للمساج هناك الذي يكتب باللغة العربية. طيب، في الناحية العثمانية نجد كثير من المساجد والرموز، وحتى يعني برج الساعة، ويعني يمكنكم أن تروا منارة يعني مسجد غازي هوسربك. فالشيء المهم أن كثير من المقاهي والموظفات والأماكن التي تخص بالأعمال القديمة مثل الحدادية ويعني صناعة الأشياء من يعني من المادات الطبيعية يعني توجد هناك في الناحية العثمانية. وكما قلت في الغرب نجد تلك الأشياء الجديدة. فأتمنى أن هذا الفيديو كان يعني مفيدا لكم، والسلام حتى الفيديو القادم. باي باي.